السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتونا جدا 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 جدا. طبعا احنا بقالنا 3 ايام ما بنعملش فيديوهات عشان خاطر الأستاذ أحلام هانم تعبانة، وتعبانة معاها، بس يلا بقى عند الله. اتفضلي يا أحلام، جمهورك بيسأل عليكي وبيطمن عليكي. بتقولي كده بجد؟ لا طبعا يا جماعة، ربنا بتهزر يا بنت، هم عارفين ان انا بهزر يا هبلة. بص، انا طبعا بجد 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 بشكركم على الكومنتات بتاعتكم كلها. يا لهوي، مش عارفين تعملوا ازاي. يعني انا شفت ان 10,000 كومنت انسان بيدعي لي، دي حاجة الحمد لله الحمد لله بفضل ربنا، دي حاجة من عند ربنا. حبكم ليا ده من عند ربنا. وفي ناس كتير دخلوا قالوا في الكومنتات ان هم الاول مره يشوفوني وبيدعوا لي بس عشان مجرد ان انا تعبانه. فالحمد لله دي حاجه، الحمد لله دي حاجه، يعني الواحد دي بقى الحاجه اللي الواحد بيتحسد عليها. معلش يا جماعه، الدكتور بس جه عشان كان بيقيس لي ضربات قلبي. بصوا يا جماعه، انا كنت بشكركم طبعا على كومنتاتكم، والحمد لله دي الحاجة اللي الواحد يتحسد عليها. المفروض حب الناس، يعني حب الناس فعلا نعمة من عند ربنا، والواحد بيحسها في وقت زي ده. وقت واحد حس والله ان هو لو تعب ولا جرى له اي حاجة الناس تسأل عليه. لا، هنلاقي ناس ورانا تزعل علينا وتسأل علينا وخايفين علينا زي اهلنا بجد. يعني انتوا لما بنقول لكم انتوا اهلنا، انتوا فعلا بقى بجد اهلنا واثبتوا لنا ده. والحمد لله ان احنا في حد في ظهرنا كده، الحمد لله الحمد لله. وكفايه دعواتكم، انا الحمد لله كويسه بدعواتكم. انا اللي حصل معايا زي ما قلنا، حكيت لكم كده ان انا مره واحده تعبت. انا اصلا قبلها كنت عامله تحاليل، والمفروض انا كنت رايحه للدكتور ما روحتش وكده. المهم ان انا ايه، التحاليل بتاعتي ما بصيتش فيها، فجيت يعني جيت مره واحده وقعت من طولي. جابوني المستشفى، كانت الانيميا، نسبه الانيميا عندي 7، يعني الانيميا كانت قليله جدا 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 7. فقالوا لا، لازم تعلق محلول بسرعه، محلول حديد الاول، يطمنوا على البيبيهات طبعا عشان يشوفوهم. الحمد لله هم كويسين، فعلقوا لي المحاليل. امسك الموبايل يا امير، خليكي جدع. علقوا لي، لا خليكي، علقوا لي المحاليل، محاليل حديد. اكيد بقى الحوامل اللي هم يعني مروا بحاجه زي كده، طبعا ربنا ما يكتبهاش على حد. علقوا لي محاليل حديد، علقوا لي حديد 3 حديد و2 كده حساسيه. المهم ان انا خلاص كل 3 ايام المفروض ان انا اعلق المحل دي لحد ما ربنا يكرمني كده والانيميا تتظبط، لان انا مش قادره اصلب اصلا ولا طولي ولا قادره اعمل اي حاجه. بس يعني ادعوا لي. ايه تاني؟ احنا دلوقتي يا جماعه المفروض ان احنا جينا، الدكتور كان قايل لاحلام ان هي كل 3 ايام هتعمل انا بعد بس اليوم اللي انتوا سالتوا فيه ايه اللي حصل بعد ما ربنا عملت لكم الفيديو. بعد اليوم ده احنا مشينا بالليل متاخر، مشينا حوالي الساعه كانت 1 أو 1:30 المستشفى. ومن ساعتها انا طبعا تاني يوم نمت، لان جرعه الحديد كانت كبيره فنيمتني. تالت يوم كان امبارح. بص يا جماعه، اليوم اللي هي تعبت فيه تاني يوم واللي بعده هي كانت برضو لسه تعبانه شويه، بدات تبقى كويسه اهي النهارده الحمد لله، تقدر قدرت تقوم يعني تنزل وكده. فراحت تاخد الجرعه التانيه بتاعتها، علقنا لها طبعا المحلول. النهارده جيت اخد ومغطيني المحلول عشان المحلول ده حديد بيتاكسد مع الجو، مع الضوء. وهي لسه تعبانه شويه برضو صح، بس الحمد لله احسن. وريني كده. لا، قمر مش انت قمر يا احلى. الحمد لله احسن، وكل حد دعا لي دعوه لكم مثلها بجد. طبعا انتوا مش متعودين على هدوء احلام ده. لا، متعودين انا هادي على طول. انا يا جماعه في السبع، الناس اللي كانت بتقول ان انا، في ناس كتير قالت لي احلام الولاده في السبع عادي ومش عارفه، بس هم عشان المشكله ان هم برضو عشان هم توأم، هيبقوا نازلين ضعاف. يعني حتى الدكتور قال لي هم ضعاف على ان هم يتولدوا دلوقتي، فمش عارفه يعني ربنا يكرم وخلص الجرعات بتاعه الحديد دي وما احتاجش حاجه تاني بعدها، عشان ابتدي اخد حتى على الاقل حقن الرئه، لان انا كده لسه ما خدتش حاجه للرئه للاطفال. فمش عارفه يعني، مش عارفه اقول لكم ايه. قولي يا حلال، قولي كل اللي في قلبك. بس احنا علينا كومنتات حلوه قوي 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 بجد يا جماعه، وعرفنا قد ايه ان احنا لما نتعب او نقول يا جماعه احنا تعبانين محتاجين دعوه، هتدعوا لنا وهتكتبوا لنا. يعني انا اول ما طلعت في الفيديو قلت يا جماعه ادعوا الاحلام من قلبكم بجد، جم 10,000 كومنت. فده الحمد لله عدد كبير، 10,000 بني ادم بيدعوا لك انك تقوم بالسلامه، 10,000 بني ادم اللي مش عارفهم فيك برده بيدعي، واللي عارفك فيهم بيدعي لك من قلبه. يعني احلام اول ما قامت فاقت وقرت الكومنتات كانت فرحانه فرحانه بجد. اكتر حاجه يعني انا قلت لبنى، يا لبنى عارفه اكتر حاجه فرحتني
كومنتات. يعني انا ما زعلتش ان انا تعبت ولا اي حاجه، على قد ما انا فرحت ان ربنا، يعني يمكن انا تعبت عشان ربنا يبين لي حبكم، لان انا زي ما بقول لكم حب الناس ده نعمه طبعا. بس انا عارفين يا جماعه في حاجه حصلت امبارح، كانت لبنى نزلت فيديو، انتوا عارفين طبعا ان انا بنزل الفيديوهات وبعمل كل حاجه، بس دلوقتي انا تعبانه فلبنى اتولت الموضوع. ايه يا جماعه، بعرف انزل فيديوهات وبعرف امنتج في ايه، بنزل فيديوهات وبمنتج وكل حاجه، بس انا عشان انا لما ببقى انا عادي ببقى بعمل الحاجه اللي انا مسؤوله عنها دي. وبعدين خدوا بالكم انا لما ببقى يعني في حاجه واقعه مني، حاجه مش عارفاها، بقول لاحلام ايه احلام اعمل ايه، فتقولي مثلا اعملي كذا لحد ما خلص. هي دلوقتي متعلمه. ففي بنت كتب الكومنت امبارح على الفيديو، لبنى نزلت فيديو في القناه الصغيره كنا مصورينه قبل ما نتعب، فكاتبه على فكره انتوا كدابين وبتتاجروا بالمرض وايه، انتوا كدابين على فكره يا جماعه، احنا ولا بنتاجر بالمرض، احلام واحلام هي اللي بتمنتج الفيديو وبتنزله بتعمل كل حاجه. طب ما انا لو حصل لي حاجه معلش، يعني انا دلوقتي تعبانه، لبنى هتنزل، اماني هتنزل، اميره هتنزل، ما كل واحده عندها قناه، يعني اميره عندها قناه، اماني عندها قناه، كل واحده بتعمل شغلها لنفسها. فلما اجي انا ابقى تعبانه وعايزين برضو نبقى مش عايزينكم تبقوا مشغولين اكتر من كده او حاجه، يعني مثلا دلوقتي سي احلام ولدت في فيديو محتاجه تنزل، هنزله انا اكيد، هظبطه انا ان شاء الله، انا ناويه ان شاء الله باذن الله اعمل لكم فلوج ولاده. وبعدين يا جماعه ثواني احلام معلش بدون مقاطعه كلامك يا قلبي، احنا كذا ظرف يمر علينا وكذا حاجه تمر علينا وكذا حاجات مؤلمه بجد تمر علينا، ولا كنا بنطلع نقول ولا كنا بنطلع نتكلم ولا الكلام ده، انتوا اللي كنتوا بتطلبوا ان انتوا تعرفوا. معلش يا جماعه الممرضه جت في قفلنا تاني، كنت بتقولي ايه بقى؟ مش فاكره. المهم اللي طلبوا يعني فوقيه. فاحنا يا جماعه بنقول لكم مش قصه تدخل في حياتنا ولا كده، ولا بندخلكم في حياتنا ولا الجو ده، بس احنا بنعرفكم ومش بنعرف حياتنا، احنا بنوريكم الحاجه اللي فرحتنا. بالظبط. وعمرنا ما طلعنا وريناكم حاجه تزعل او حاجه تضايق غير لما لقينا كومنتات. وزي ما قلت لكم المره اللي فاتت، انتوا في ناس كانت كاتبه في الكومنتات، مش هطلع واقول فلان الفلاني كان كاتب كومنت كذا والكلام ده، لا. انتوا دايما سعداء، انتوا دايما فرحانين ومبسوطين، ما عندكمش مشاكل. فعشان كده يا جماعه لما انتوا سالتوا على الاحلام فين، قلت لكم يا جماعه احلام تعبانه حصل لها كذا 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 كذا. سيبوا بقى من كل ده. انا يا جماعه لما جيت قلت لكم ان انا حامل في توأم، انا شاركتكم فرحتي وفي نفس الوقت عشان برده ما ابقاش كدابه، دي حاجه سبتها لعيالي بعد كده ذكرى، لما الدنيا تمر بقى ويكبروا يبقوا يشوفوا في القناه الفيديو بتاع وبعدين الفيديو بتاع معرفه جنس البيبي، يشوفوا برده قد ايه ناس كومنت في كومنتات كتبوا حاجات حلوه ليهم، قد ايه الحاجات دي بتفرح. وبعدين يا جماعه خدوا بالكم، حفله معرفه نوع البيبي دي بتبقى اعتقد ان هي بتبقى مقتصره فقط على الناس اللي هم بيبقوا بلوجر، عندهم ناس بيقولوا، يعني ما اعتقدش ان انا واحلام واميره وامانه هنعمل حفله نعرف. لا لا، وفي العادي انا ممكن اعملها واخليها لعيالي ذكرى. لكن ومظهر الكوش، بس انتوا كده كده كنتوا تعرفوا لما اولد ان انا ولدت توأم، في حاجات كده بديهيه اللي هي المفروض لازم تحصل. برضو كنت برضو انا خايفه من الكومنتات، يعني انا كنت خايفه ان انا اقول وخايفه ما اقولش، خايفه ان انا اقول ان انا حامل في توأم مش حامل في توأم، وبعد كده ايه اما اولد تيجي تقولوا لي ايه انت كنت خايفه من الحسد، انت كنت عايزه تقولي عشان خايفه من الحسد، طب ما انا مش عارفه اعمل ايه، ما هو انا كده بين نارين. والمشكله ان انتوا بتزعلوا، يعني لما بيبقى في حاصله حاجه وما بنطلعش نقول بتزعلوا وبتضايقوا. يعني ساعه خطوبتي في الاول لما انفصلنا رجعتوا انت مش عايزه تقولي اسرارك، مش عارفه انت عايزه تقولي ايه. احنا ابتدينا نشارككم، مش بنشارككم كل حاجه، احنا في حياتنا حاجات كتير قوي ما حدش عارف عنها حاجه يا جماعه، وانتم ما تعرفوش عنها حاجه، انتوا بتشوفوا الجزء الحلو على النعمه لو شاركناكم بيها لنعمل مسلسل الدق الشلد الجزء الثاني، بس احنا ساكتين كده مش قادرين. في حاجات كتير قوي يا جماعه، بصوا ان احنا نوريكم مشترياتنا، فلوجات، هي اصلا فلوجات طبيعي ان اي حد بلوجر يبقى عاملها، لان اصلا احنا عاملين قناه واحنا اسمها لبنى اند احلام فلوجز، فهي بتاعه فلوجات اساسا، فطبيعي ان انا مش هبقى رايحه السوبر ماركت اجيب حاجه وموريها لكوش، ما هو فلوج، مش هروح بقى رايحين مشوار وما نوريه لكوش، ما هو فلوج. صح يا بنتي ولا انا بقول ايه؟ صح. وانا النهارده ملتزمه ولابسه الكمامه عشان انا في المستشفى طبعا، واحلام قلعها عشان مش قادره اخد نفسي، ضربات قلبها سريعه، واقفين المحلول مؤقتا دلوقتي عشان ضربات قلبي سريعه. طبعا احلام قعدت تعيط من شويه بسبب الكانولا. يا جماعه انا باجي اركب القبس عشان اليوتيوب ما يمنعنيش، اوكي باجي اركبها يقلب على الدم اللي بينزل، انا كمان عندي سيوله في الدم، فبقى اشوفه بقى كام حاجه في قلب بعض، بس يلا الحمد لله. انا عارفه ان انا ان شاء الله
هولد بسلامه، وان شاء الله ولادي يجوا بالسلامه يا رب يا رب يا رب، عشان دعواتكم الحلوه. وان شاء الله احنا طبعا مش هنوقف دعاء الاحلام، احنا هندعي لها ان ربنا برده يقومها بالسلامه في الكومنتات، وان هي تشوف ولادها على الف خير، وان هي تفرح بيهم، وان احنا كلنا نشوفهم وتشوفوهم ونتبسط كلنا مع بعض. انا لما اقدر ان انا اقوم واعمل حاجه لكم هعملها برده، مش همنع نفسي ان انا اعمل لكم حاجه حلوه تفرحكم وتفرحني وتفضل ذكرى لعيالي. ان شاء الله هتبقي زي الفل يا احلام، ان شاء الله هتعمل لكم حاجات حلوه زي ما هي قالت، ان شاء الله هتعمل لكم فلوجات ان شاء الله قبل ما تولد باذن الله، هنلحق باذن الله ان شاء الله. عشان عايزه اتجوز ايه كده ايه، عشان انا قاعده مستنيه على فكره احلام يا جماعه، الناس اللي بيقولوا لي هتتجوزي امتى يا لبنى، انا هتجوز لما احلام تولد ان شاء الله. هي صح فعلا. يا احلام بقى، يا احلام بقى انت كده وعطلاني، مع ان احلام عايزاني اتجوز قبل ما هي تولد، بس انا خايفه تولد مني في الفرح، مش عارفه اعمل انا يا جماعه. بقول لبنى لا يا لبنى اتجوزي وخلص الشهرين دول قبل ما اولد ومش عارفه ايه، فهي بتقولي لها هستنى، وانا عماله اقول لها يا لبنى اسمعي كلامي، بدل ما تقوم تهيص في الفرح اخد عيالها على ايديا ولا حاجه، فهي خايفه في الفرح اولد بقى يعني. طبعا هي لو لا بصراحه لو اتجوزت حتى بسرعه مش هيبقى قبل شهرين، فهي حاسه ان هي الشهرين دول هكون خلاص دخلت مرحله الولاده. ايوه ما انت هتبقي منتظرين انه النات، فاللي هو مش عارفه. المهم يا جماعه انا بجد بجد والله بجد عايزه اشكركم من قلبي، وبجد انتوا احلى واحسن من اهل البني ادم نفسهم. تخيلوا بقى يعني لما بني ادم غريب يبقى ما يعرفكش غير عن طريق شاشه، ويدعي لك كل الدعوات دي، بجد بجد انا بشكركم، والحمد لله انا كويسه بفضل ربنا ثم دعواتكم الحمد لله. وبرده ان شاء الله اقوم فوق كده هقوم وهرجع لكم بشكلي حلو. انا دلوقتي شكلي كده يا جماعه عشان انا تعبانه. قمر قمر اعذروني، قمر 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 اعذروني يا جماعه، يلا برضه لسه مناخيرها كبيره مش عارفه اعمل ايه. المهم يا جماعه زي ما قلت لكم كلنا ندعي الاحلام في الكومنتات، يعني ان شاء الله تبقى زي الفل، والحمد لله احسن من الاول بكتير، والحمد لله بدات تقوم وبدات تتحرك. انا كنت 3 ايام يا جماعه هبقى هنا في المستشفى عشان اعلق جرعه حديد، وطبعا اللي عارف ان عارف الحديد عارف انه حتى ما ينفعش يتعلق في البيت، يعني كنت خايفه انزل المستشفى عشان الجو اللي احنا فيه طبعا انتوا فاهمين، فهي كده كده واخدين احتياطاتنا ومظبطين الدنيا بس انا خلاص مضطره، لان هم كمان الدكاتره هنا الدكاتره كتير بيتابعوني، كل شويه يخش كل شويه يخش، وفعلا دلوقتي الدكتور دخل لان خلاص انا كنت قربت اخلص، يعني فاضل لي نص المحلول، وقال لي ضربات قلبك سريعه، ضربات قلبك 115، فوقف المحلول. فانا قلت بقى قبل الحبه دول اطلع اطمنكم عليا، عشان كلكم بتسالوا، وانا بجد انا فرحت بكومنتاتكم ورسائلكم على انستجرام كل ده الحمد لله. ايه خسرت يا جماعه معلش. نتمنى ان انتوا تكونوا اطمنتوا، واتمنى ان انا اطلع اكون رديت عليكم الحمد لله، عشان رسائل الانستجرام كتير قوي بتسال على احلام هانم، والفيديو اللي نزلناه امبارح برده بتسالوا، فقررنا ان احنا نطلع نطمنكم على احلام هانم ست الحسن والجمال اللي بتسالوا عليها. شكرا يا جماعه، باي باي.